كيف نرسم جسم عارضة أزياء من الأمام مع شامخ؟ نبدأ برسم شكل بيضاوي بالطول للرأس. نرسم من الأسفل خط طولي للرقبة، ثم خط بالعرض للأكتاف. عرض الأكتاف يكون بحجم رأسين. نرسم دائرتان على جانبي الخط الذي بالعرض للكتف. نزيد الخط الطولي للجسم. نرسم شكل بيضاوي بالعرض للحوض. من أطراف الشكل البيضاوي نرسم خطان مائلان قليلاً للأقدام. نرسم دائرتين للركب ونكمل الخط بالطول بعد الركب ونرسم دائرتان للكاحل. نمد خط من الأكتاف للخصر ونشبك الخطان بمنحنى، ومن الحوض نمد خطان ونشبكهم بمنحنى. نمد خط لليد ثم نضع دائرة للكوع عند خط الخصر. نرسم شكل بيضاوي بالطول لليدين عند نهاية الحوض. نبدأ الآن برسم جسم العارضة فوق الخطوط الأولية. نبدأ بالجهة الأولى من الرقبة لليدين للخصر فالأقدام. ثم ننتقل لنماثل الجهة الأخرى مع الجهة الأولى. نحدد الرأس. بعد أن نحدد جميع أجزاء الجسم نمحي الخطوط الزائدة. عند الانتهاء من الجسم من الممكن إضافة التصميم الذي نرغب به. أصبحت الرسمة جاهزة. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.